أبرمت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني وشركة بوابة دلمون العقارية عقود تنفيذ 131 وحدة سكنية جديدة بمدينة سلمان، وذلك في إطار خطة الوزارة لتنفيذ المشاريع المدرجة ضمن برنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية بالشراكة مع القطاع الخاص. وأكدت سعادة السيدة آمنة بنت أحمد الرميحي وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني، أكدت بأن خطوة إبرام عقود اتفاقية تنفيذ مشروع مدينة سلمان يأتي بعد الانتهاء من الإجراءات الخاصة بترسية مزايدة المشروع، مشيرة إلى أنه بموجب هذه الاتفاقية ستقوم شركة التطوير العقاري ببناء 131 وحدة سكنية في مدينة سلمان بإجمالي مساحة تقدر ب 23 ألف متر مربع، وبمساحات للوحدات السكنية تبدأ من 220 مترا مربعا، على أن يقوم المطور بعد الانتهاء من تشييد الوحدات بتسويقها للمواطنين المستفيدين من برنامج التمويلات الإسكانية، على أن لا تتجاوز أسعار الوحدات 98 ألف دينار، منوهة إلى أن موقع المشروع تتوافر به كافة خدمات البنية التحتية، الأمر الذي يسهم في سرعة الإنجاز. وقالت الوزيرة أن تنفيذ مشروع مدينة سلمان يمثل بداية للخطة الرئيسية لتنفيذ المزيد من المشاريع المدرجة ضمن البرنامج، وذلك بعد نجاح المرحلة التجريبية للبرنامج التي تضمنت تنفيذ مشروع 132 وحدة سكنية في مشروع سهيل الإسكاني. الحمد لله اليوم توقيع العقود مع بوابة دلمون، وهي إحدى الشركات اللي كانت تنافست على بناء 131 وحدة سكنية في مدينة سلمان، وطبعا هذا يأتي توجيه التنفيذ لتوجيهات سيدي صاحب السمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الموقر بالتوسع في الحلول الإسكانية، وكان من أهم المشاريع هذه هي مشروع أو برنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية اللي بيكون بالشراكة مع القطاع الخاص، وهي طبعا إحدى المشاريع اللي إحنا صراحة نعتز ونفتخر فيها. طبعا المشروع يمتد على مساحة 23 ألف متر مربع، إن شاء الله بيتم بناء 131 وحدة سكنية، وعلى حجم 220 متر مربع لكل وحدة سكنية. بداية حبيت أتقدم بالشكر والتقدير إلى سعادة وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني السيدة آمنة بنت أحمد الرميحي، أشكرها الجهودها الكبيرة في تطوير العلاقة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص، ولا أدل على ذلك أن تخصيصها إدارة خاصة في وزارة الإسكان تعتني بشؤون المطورين، ويمكن هذا أحد نواتج هذا التوجه اللي أخذته الوزارة. إحنا في بوابة دلمون يعني فخورين أن ترس علينا أول مشروع من مشاريع حقوق تطوير الأراضي الحكومية GLDB اللي هو مشروع 131 بيت في مدينة سلمان، وإن شاء الله نجعل منه مشروع نموذجي يكون مثال يحتذى به في المشاريع المستقبلية.